وهنا صدر في 6 أكتوبر النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع وزارة التربية الوطنية. هل أنتم راضون على هذا النظام الذي هو ثمرة نقاشات فتحت مع ممثلي 4 نقابات؟ كان فيه الأخذ والرد، وكان الهاجس الوحيد هو المصلحة العامة ومواكبة هذا الإصلاح. وبغيت هنا نرجع لبعض النقاط، لان باش نوضع هذا النظام الاساسي في واحد النسق اللي هو كامل. اولا احنا اعتبرنا بان الا تنعتبروا بان هذا الاستاذ هو الفاعل او المدرس هو الفاعل الاساسي، خصنا نحميو هذه المهنه. وبدينا ملي سقفنا 30 سنه سقف ديال التوظيف، وبدلنا شروط التوظيف، هذا لحمايه واحد المهنه. ملي قلنا اعاده الاعتبار للاستاذ، مشينا للتكوين ديال هذا الاستاذ، وفتحنا اتفاقيه مع التعليم العالي واحد المسالك ديال الاجازه في التربيه، وقلنا هذا التكوين الاساسي ما خصوش يبقى نظري، خصو يرجع تطبيقي. وفتحنا المجال للتدريب داخل المؤسسات التعليميه، وتناديو على هذا التدريب الطلبه، تنعطيوهم 1000 درهم في الشهر مقابل هذا التدريب العمل اللي تيقوموا به في هذه المؤسسات. إذا كانت مواد النظام الأساسي كانت تحدث ربما عن 98 مادة داخل هذا النظام الأساسي، كان فهم من كلامكم سيد الوزير أنكم كان هناك نقاش وأنتم راضون إلى حد كبير على ما تضمنه النظام الأساسي. بماذا تفسرون النقاش الدائر حاليا حول مجموعة من النقاط الخلافية؟ أنا يمكن نقول لكم أنا من وصلت لهذا القطاع قالوا لي كاين ملف واحد إلى تحل راه القطاع غادي يكون مرتاح، هو الملف ديال المتعاقدين. هذا الملف اليوم هذا نفس الحقوق، ما بقاش عندنا اليوم متعاقد، ما بقاش المتعاقدين هما اطور الوزاره، نفس الحقوق نفس الواجبات، غادي يكون عندهم نيميرو تصوم، غادي يخلصوهم التريزور اللي يخلصهم بنفس المسار المهني، نفس الأجور. 140 ألف ديال الأساسي ده معنيين بهذا الملف، وكثر من هذا غادي يتم الترسيم ديالهم، وأيضا غادي يستافدوا من الترقية بصفة رجعية. هذا ملف. من بعد ملي جلسنا مع النقابات قالوا لنا عندي ملف، وملف واحد قالوا لي كاين، هو كيفاش نخلقوا ذاك الدرجة الممتازة. كان استاذ ديال الابتدائي تيتم توظيف، ولا ديال الثانوي الاعدادي ولا الثانوي تيتم التوظيف ديالو في السلام 10، تيمر من بعد سنوات تيدوز للسلام 11 وتوقف تيبقى في السلام 11. ولكن دابا فتحنا له المجال ديال يمكن له يستافد من هاد الدرجة الممتازة. هنا غنوضحوا، أستاذ بسلم 10 كيتخرج أستاذ الراتب ديالو 4800 درهم، هل يعتقد وزير التربية الوطنية في ظل الظرف الراهن أستاذ كيكون عنده راتب شهري 4800 درهم مع زيادة كل سنة في حدود 70 حتى 80 درهم، واش هذا الراتب في اعتقادك راضي عنه وزير التربية الوطنية أستاذ يشد 4800 درهم؟ أنا يمكن لكم بأن هذا غير كافي. يمكن نقول لكم بان موضوع ديال الاجور هذا موضوع اللي ديال الوظيفه العموميه، هذا موضوع راه مطروح. ولكن انا تنشوف كقطاع فتح المسار ديال هاد الاساسيده باش من بعد سنوات يمكن لهم يمرروا للدرجه للسلام 11، من بعد سنوات يمكن لهم يدوزوا من السلام 11 الى الدرجه الممتازه. الدرجه الممتازه تعطيهم 2500 درهم إضافية شهريا، صافي، هذا مدخول صافي. إذا هذا تعطي واحد الجاذبية ديال هاد المهنة، واحد المسار. يمكن كاين صعوبات وما يمكنش ننكرها ولكن المسار راه المسار إلى قارناه مسارات أخرى عنده واحد النوع ديال الجاذبية، وفتح هاد الدرجة الممتازة من النقاط اللي هي أساسية. نقطة أخرى اللي جا بها هذا النظام الأساسي هي التحفيز، وهنا بغيت نأكد، حنا التحفيز ربطناه بإشارة الجودة ديال
المؤسسات. حنا تنقولوا هذا التحفيز اللي تيتم هو تحفيز اللي مفتوح للجميع اللي غادي يحسن الدخل. ويمكن لي نزيد اكثر من هذا، حنا تنقولوا المهام تم التدقيق ديالها ولكن نفس عدد الساعات. دابا استاذ الاعدادي كيقرر 24 ساعه، غادي يبقى يقرر 24 ساعه، ثانوي 21 ساعه، والابتدائي 36 ساعه، بمعنى ان 30 ساعه ابتدائي، 30 ساعه، بمعنى انه هذه الساعات هي نفسها نفس الساعات، ولكن دققنا شنو هذه المهام، شنو هي هذا تيقوم به الان، وكل ما هو زايد على هذه الساعات حنا تنشتغلوا على واحد المرسوم ديال السوايع الاضافيه اللي غادي يتم فيها مقابل مادي لهاد الناس اللي تيمشيو في هذا الاتجاه. كيف تنشتغلوا؟ عندنا مرسوم ديال تصحيح الامتحانات اللي كان من المطالب ديال رجال ونساء التعليم. قريت النظام الاساسي ضمن مواده مأسسة الحركة الانتقالية، ماذا تعني مأسسة الحركة الانتقالية؟ حنا مشينا في اتجاه ديال نعطي واحد الضمانة لرجال ونساء التعليم بأن سنويا سيتم فتح حركة انتقالية مفتوحة أمام الجميع. من طبيعة الحال تتأخذ بعين الاعتبار بعض الشروط، لكن وجود مناصب اللي هي فارغة باش ميمكنش الواحد يكون فائض في شي منطقة، ولكن تنظيم هاد سميتو غادي يحدوه من القرارات اللي هي غادي تم المصادقة عليها فيما بعد. شروط هاد الحركة الانتقالية، وهذا حق معطي الجميع الأساسي. داك علاش ما تعينش مثلا أستاذة ابنة مثلا كنتكلم مثلا هي بنت خنيفرات تعين في الإقليم تفاديا لهذه الحركة الانتقالية؟ هل يتم الأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى؟ التوظيف الجهوي الهدف منه هو هذه النقطة، هو كيفاش الناس ديال المنطقة يتوظفوا في المنطقة ويبقاو في هذه المنطقة. دائما الإشكال ديال التعليم هو أنه كم وصفة قدمت من أجل إصلاح هذه المنظومة التعليمية ولم يتم الإصلاح، ظل معلقا. أنا يمكن نقول لكم بأن هذا الإصلاح هو كيف قلت هو تمرة ديال هذه المشاورات، هو تمرة هذه خريطة الطريق، هي النتيجة ديال هذا العمل المشترك. هذا النظام الاساسي هو النتيجه ديال ما كانش يخرج نفس النظام الاساسي كان ما اشتغلناش مع النقابات. واحد العدد النقاط تغيرت لان ساهموا في هذا النقاش، ولكن بطبيعه الحال ما يمكنش هذا المسار خصنا نبقاو زعما كاين قابطين فيه. هو مسار ديال المجتمع، وحنا في حاجه باش كل الاطراف اللي هي معنيه تلعب الدور ديالها. الوزارة توفر الوسائل، المدرسين يلعبوا الدور ديالهم داخل الأقسام وينخرطوا حتى الأسرة خاصها تكون شريك، والأسرة أيضا ستلعب الدور ديالها، وحنا في حاجة إلى مساندة ديال كل الشركاء. شكرا لكم السيد شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، شكرا لكم، كنتم في ضيف خاص، وضيفنا كما تتبعتم كان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. شكرا على طيب المتابعة.